بسم الله الرحمن الرحيم. في اخ بعت سؤال بيقول لي انا مهندس مكتب فني طرق، مشكلتي انا عايز اتعلم كل حاجه، عاوز بيم وبرمجه وفوتوشوب وانجليش، وبجمع لينكات ومعايا كورسات لكل حاجه، بس مش عارف ارتب اولوياتي وتايه، ومش عارف ارتب وقتي، ومعظمه ضايع على السوشيال ميديا. طيب، هو جزئين، جزء موضوع الترتيب الوقت، والجزء التاني ضياع الوقت. طيب والله بص، من الاخر كلنا عندنا نفس المشكله ديت، وانا اول واحد عنده المشكله ديت، كلنا يعني بنعاني من المشكله دي. الحل ايه؟ الحل واضح جدا وصريح جدا، يعني ما دمنا احنا حددنا المشكله فين، خلاص كده وصلنا للحل. المشكله ضياع الوقت، والمشكله التانيه تنظيم الحاجات ديت. فهو بدايه ما دام مهندس مكتب فني، فهو مثلا برمجه مش محتاجها دلوقتي، الفوتوشوب مش محتاجها دلوقتي، فهو يركز مثلا على الاداره او البيم مع الانجليش. الانجليش اساسي في اي حاجه تانية انت عايز تذاكرها. انت كده كده اصلا لو انت بتذاكر بيم هتتعلم الانجليزي، لو انت بتذاكر البرمجه هتتعلم انجليزي، لو انت بتذاكر فوتوشوب هتتعلم انجليزي، فهو حاجه مشتركه جزء من وانت بتتعلم ركز في موضوع الانجليزي، هتلاقي الموضوع كويس معاك. لازم احدد ايه اللي انا عايزه بالظبط. الاولويه مثلا، انا من وجهه نظري الاولويه بالنسبه له البيم، لان هو شغال في المكتب الفني، فمحتاج مثلا ان هو يشوف الحاجه 3 دي فيقدر يحل المشكله. ممكن واحد تاني شغال في التصميم موقع النت فمحتاج الفوتوشوب، فهو كل واحد حسب اولوياته. بعد كده لما يخلص البيم يلاقي حاجه تانية مهمه بالنسبه له، ممكن مثلا يترقى الموضوع للمدير فمحتاج ياخد كورس مثلا اداره، فهو بيشوف حاجه واحده بس، الباقي اعمله ديليت، تمام؟ عشان ما تشتتش نفسك. يعني لو انت هتقدر تجيبها تاني، هتقدر تجيبها تاني من على النت، من عند صحابك، اديها لواحد صاحبك شيلها عنده، حطها على اسطوانه وابعدها عن الكمبيوتر خالص عشان ما تشتتش نفسك، كلمه رخمه. طيب، فهي محتاجه ان انا كنت بعمل كده. واي لعبه عندي على الكمبيوتر بتعجبني بلغيها، لو لعبه ملهاش لازمه بسيبها يعني اصحابي يلعبوا بيها، انما لو هي ملهاش لازمه او انا بحبها بلغيها، تمام؟ عشان اركز وما اشتتتش نفسي. انا دلوقتي عندي كورسات كتيره جدا، فهشتت نفسي، لا الغي 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 الغي، تمام؟ اتفق مع نفسي كده، انا في كورس معين هبدا اذاكره، لازم اخصص له وقت، انسب وقت بعد الفجر، صلي الفجر وابدا بقى اذاكر لك ساعه، ساعه في اليوم دي ما حدش هيرخم عليك فيها، ولا حد من اصحابك هينده عليك، حسن انزل عشان نروح المشوار الفلاني، لا هتلاقي الموضوع ان شاء الله بقى ايه، احسن باذن الله. المشكلة التانية عندنا كلنا موضوع السوشيال ميديا. السوشيال ميديا أنا أول واحد من دلوقتي، من أول الفيديو دوت مش هدخل على الفيسبوك ومجرد بس هرد على الرسائل، يعني هل أنا لاغي الفيسبوك من على الماسنجر، هلغي خلي بس هو الماسنجر عشان أرد على قرايبي، ولو حد عنده أي سؤال. إنما أحاول قدر الإمكان إن أنا ما أتابعش الأخبار، لأن فعلا بتجيب اكتئاب وبتضيع وقت والحاجات دي كلها. بالمناسبة دي، كان في زمان كان في نظرية إن الواحد يقدر يتعلم أي حاجة في 10,000 ساعة. يعني لو أنت مثلا عايز تتعلم أي حاجة، زي مثلا النجارة، زي عايز تتعلم مثلا اللعب بأي حاجة، أي حاجة عايز 10,000 ساعة عشان تتقنها. دلوقتي بيقول لك لا، هم 20 ساعه كفايه، بس تكون محدد هدفك. اولا انت مش محتاج تبقى بروفيشنال، ما انت محتاج ان انت تبقى بتعرف تستخدم الحاجه ديت، ومع الوقت هتبدا تتقنها اكتر. فهو 20 ساعه تكون محدد مين اللي هيعلمك، هتتعلم ازاي، محدد الهدف بتاعي. يعني اسال كده، يعني مثلا بفرض مثلا ان انا عايز اتعلم اوراكل، وانا ما اعرفش اوراكل قبل كده خالص، بسال واحد يكون بروفيشنال في الاوركل، قول لي احسن سلسله تعليميه في الاوركل ايه، او انت تعالى اقعد اشرح لي، خد الفلوس اللي انت عايزها، بس المهم ان انت تخليه بروفيشنال فيه، تمام؟ فهو الموضوع كله تحديد هدف، تحديد اولويات، ما شتتش نفسي، ومشتت العزمات ينفق عمره حيرانه، لا نجاح ولا اخفاق. هو شويه هنا وشويه هنا، تلاقي مثلا الصبح عالم فضاء، بالليل بقى حرامي، بعد الظهر بقى دكتور، بعد شويه بقى لعيب كوره. لا، الواحد بيبقى محدد هدفه. حاجه مهمه برضو، لان الناس كتير وقعت فيها، ان هو حدد هدفه زياده عن اللزوم واهمل بقيه الحاجات. لازم يبقى في توازن، الجزء العائلي، الجزء الروحاني، الجزء الرياضي، تمام؟ انا مقصر في كذا واحده فيهم، بالذات الجزء الرياضي، بس ان شاء الله من اول النهارده هبدأ ألتزم، إن شاء الله كلنا نبدأ نحاول نحدد الهدف، نرتب وقتنا، نبعد عن تضييع الوقت. لو في أي حاجة مش واضحة في الفيديو، قول ابعت لي على الكومنتات، وأنا إن شاء الله هحاول أوضحها بإذن الله.